الكثير من المصريين في مقدمتهم على واقفين أمام السفارات في الإمارات العربية المتحدة، في المملكة العربية السعودية، في الأردن، في الكويت. الحقيقة الكويت بنشهد لهم بإقبال الحقيقة منذ الساعات الأولى لهذا الصباح. بالتأكيد بعد الرابعة، أولا بعد صلاة الجمعة بالتأكيد هيكون في هذا التزايد، إنما بعد الرابعة مساء أيضا لما الولايات المتحدة وكندا يبتدوا إن هم يصحوا، فهذا الطاقم مجهز إن هو يستعد لكل حالات التزايد.